يطلقون النار في الهواء ابتهاجاً لسيطرتهم على مقر اللواء الرابع في مدينة العزيزية جنوب طرابلس. في هذا الفيديو توثق قوات الجيش الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر تقدمها الميداني وأجواء المعارك المشتعلة بينها وبين قوات الجيش الموالية لحكومة الوفاق. يشير المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري إلى المكان الذي أسقطت فيه المضادات طائرة لقوات حكومة الوفاق كانت تشن غارات على مواقع الجيش التابع لحفتر. كذلك أكد انتزاع السيطرة على مطار طرابلس الدولي في منطقة قصر بن غشير وفرضها لفترة قصيرة على معسكر اليرموك عند الأطراف الجنوبية للعاصمة. الآن وصلت المعلومة وهي اسقاط طائرة حربية خرجت من مصراتها الآن، وما زال من حقنا ان ندمر وان نضرب اي مكان يهدد امن قواتنا وامن شعبنا. الجيش الليبي الموالي لحكومة الوفاق نفى اسقاط الطائرة واكد استعادة سيطرته على معسكر اليرموك وعلى مواقع اخرى جنوب طرابلس. كذلك اعلن عن شن غارات على مواقع للجيش في مدينة غريان في الجبل الغربي وعلى اهداف في محاور القتال في قصر بن غشير وعين زارة، متهما حفتر بتجنيد الاطفال في هجومه على طرابلس. على وقع احتدام المعارك بين الطرفين وارتفاع حصيلة القتلى والجرحى من المدنيين وتزايد موجات النزوح، تتوالى الدعوات الأممية حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف لإطلاق النار. وفي مؤتمر صحفي أكد أن الوقت لا يزال متاحا لتجنيب ليبيا ما هو أسوأ.